ضحكنا وياك. تجيني هاك ذكريات. شنو؟ الكلمات المتقاطعة. كلمات المتقاطعة الضحك؟ حبيبي أيود. أسألك سؤال. إيه جواب. أنت شقد تحبني؟ وهي إرادة لها سؤال شموسة حياتي؟ أكيد. يعني اعتيادي أحبك هواي. يعني هواي شقد؟ يعني أحبك كلش هواي. حبيبي يعني كلش هواي شقد؟ كلش هواي يعني تقدرين تقولين يعني هواي كلش. طبعا. حبيبي الكلش هواي نفس هواي كلش. اي بس يعني شقد؟ ها يعني تريدين الحجم. الكمية. اي كمية الحب. اي طبعا احبك يعني اقدر اقول يعني اذا قلت لك احبك بقد التانكي مال باب الشرجي اخاف اظلم التانكي. شنو؟ يعني قصدي اذا اقول لك احبك بقد التانكي مال باب الشرجي اخاف اظلم حبنا، لان حبنا اكبر واعمق. حبيبي عوفك هسه من التانكي، يعني قول لي شقد تحبني، يعني مثلا يجيك الالهام مرات تكتب لي شعر، تفكر بي، يعني مرات من ازعل وياك ما تنام تنقهر، احكي لي. طبعا طبعا. دورات يعني احب اكتب لك شعر. الله. بس احسن قصيده ناقصه فما اقول لك اياها، يعني اريد اكتب لك 20 بيت 18 17 ويوقف عندي ما اعرف شنو السبب. مو مشكله حبيبي. ومرات احب اكتب لك خواطر. الله. اي والله جبر الخواطر سامع بي. اكو كسر الخواطر، يعني المره ما تنكسر يجبروها. طبعا هذا شيء يعني انت دائما تجين على بالي شموسه، دائما تجين على بالي، واذا ما جيت على بالي بالي يروح لك. شقد كنت ظالمتك ايود. أنا دائماً هيك مظلوم يا أبو مشكلة. حبيبي يلا أنا آسفة بس أقول يعني أنت شلون أجي على بالك؟ يمتى؟ يمتى يعني قصدك شو وقت؟ أكثر الأحيان يعني أكثر شيء من بطني تقوم تقرقر تجين على بالي. تقرقر شنو؟ يعني من جوع. لك أنت مو صوتك. غير ذكرت بشيء لك مو صوتك. ليش صوتي أنا اللي أحكي لك على المشاعر والعواطف، أنت أصلاً ما عندك لا مشاعر ولا عواطف ولا إحساس، عديم الإحساس، مشاعرك باردة. مشاعر باردة؟ اي الخلل باللحاف ما يطي تدفئة زين، هيك سباير لازم نغيره. مو صوتك. اوف شموسة شموسة شنو يعني قلت شي غلط؟ كلمات المتقاطعة.